طيب معايا على الهاتف النائب سيد حجازي أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب وله التعقيب على بعض ما جاء في هذه الحلقة. تفضل يا سيادة النائب. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. مساء الفل يا فندم. هو بالنسبة بس لكلام الناس بنقول بنسب مصر وبنعمل مصر، محدش بيسب مصر خالص، كل الناس عاوزة عدالة في المحاسبة. تمام. إن احنا بنحاسب الفلاح على إنه لا يزرع الزراعات التي تستخدم مياه. أيوة. ثم نجد إن الله حبى مصر بشوية أمطار وشوية أمطار تغذي بعض الزراعات. أيوة. إنها تفرط في الصحراء وترمى في جميع أنحاء الشوارع وتلبك الأرض بالطين. لماذا لا يحاسب المسؤولين عن عدم عمل مخرات لهذه السيول واستخدامها في وقت الحاجة؟ تمام. فأين قانون محاسبة الوزراء؟ نحاسب الفلاح على الحبس والغرامة إذا تم زراعة زراعات لا تستخدم المياه، ثم نفاجأ بأن المياه تهدر أمام أعيننا. بقالنا سنين طويلة جدا بنقول عاوزين، إحنا بلد ممطر، البلد الممطر جالنا أمطار وربنا حبانا، ده ربنا حب يحط حبة حصوة في عينينا كنواب إن إحنا مش قادرين نقول المية المطر هي موجودة. معرفناش نجيب حق الفلاح إن يزرع الزراعات اللي على مزاجه. تمام. ثم نيجي نفاجأ بأن المية قدامنا وبتترمى في كل حتة ومش عارفين نستغلها. أين الوزراء؟ أين المسؤولين في هذه الحالة؟ المسؤولين عن تجميع هذه المياه. في هناك دول لا تعتمد اعتماد كلي وجزئي على مياه الأمطار، من الأمطار كالأردن والسعودية. لماذا لا نكون مثل هذه الدول ونحن داخلين على شح مائي كما يدعي كل المسؤولين؟ مظبوط مظبوط. فحضرتك شايف ان ردا على الكلام اللي قاله المهندس احمد السجيني انه يعني نحتاج الى رقابه اكبر على المسؤولين وعلى موظفي الجهاز الاداري للدوله. يحاسب يا فندم، مفيش حاجه اسمها معلش. اين قانون محاسبه الوزراء؟ تمام. اين المسؤولين من هذه الكارثه؟ هو على فكره يا سياده النائب، خليني ابقى صريح مع حضرتك، احنا مش محتاجين قانون محاسبه وزراء، احنا محتاجين المحاسبه، لانه الوزير ووكيل الوزاره لحد الموظف الصغير ده اسمه موظف عام، والموظف العام وجبت محاسبته والقانون يسمح بمحاسبته من اول لفت النظر الى الغرامه الى الخصم الى الرفض الى الحبس اذا كانت تهمه فيها مخالفه لقانون العقوبات. فالحساب موجود عندنا لو عايزين نحاسب. طب احنا كنا بنتحجج ايام الامطار ان احنا في المدينه اتبنت ومفيش مخرات في داخل القريه في القاهره الكبرى. اين القاهره الجديده او القاهره الجديده اللي حدث فيها هذه هذه الاشياء؟ تمام. مبنيه جديد. مظبوط. من الذي وضع حجر الاساس بتاعها؟ ما ده اللي احنا اتكلمنا فيها يا فندم. لم يفعل ذلك. صحيح. وفين الجهاز بتاع مدينة القاهرة الجديدة اللي المفروض فيه إدارات مسؤولة عن الصرف والشبكات الصرف وشبكات المية؟ شو بيشتغلوا إيه؟ يجب أن يقدم استقالته الآن. والله المفروض، والله المفروض. عاوزين يا فندم، عاوزين الناس تحس، عاوزين الناس تحس إن إحنا بنعمل حاجة، عاوزين نحس إن في مسؤول عنده دم، يقول المسؤولية دي بتاعتي، ما نحملش كل حاجة على الرئيس. إحنا الرئيس عامل زي المدرب الشاطر ومفيش لعيبة حواليه. صحيح. هيجيب جون إزاي؟ صحيح صحيح. انا الحقيقه فكره ثقافه استقاله المسؤول دي عن المشكله اللي هو مسؤول عنها مش موجوده عندنا. وفعلا لو دلوقتي واحد مواطن قال مين اللي متحمل مسؤوليه بيتي اللي اتخرب ولا عربيتي اللي غرقت واتدمرت ولا ارضي اللي يعني ايا كان الملايين الملايين من الاموال الخاصه، ما هو دي ممتلكات خاصه، الفيلا ولا البيت ولا الشقه ولا الارض ولا العربيه ولا الجراج، كل دي اسمها ممتلكات خاصة والمفروض انها تعز على الدولة. هو الدولة بتحافظ على الممتلكات العامة بس؟ لا، الدستور اوجب على الدولة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وحمايتها.